اهلا بكم عزيزاتي طالبات الصف الثامن مدرسه المجتمع الثانويه الخاصه بنات، معكم استاذه سميره رمضان معلمه العلوم. وقبل ان نبدا حصتنا عزيزاتي، نشاط سريع، اريد منك ان تحددي عدد الاوجه التي بالصوره. ما زلنا عزيزاتي بالوحده الاولى، طبيعه الماده ومكوناتها. الدرس الثاني، كيف نمثل العناصر الكيميائية والأعداد الذرية. أهداف الدرس، أتوقع منك عزيزتي الطالبة في النهاية أن تستطيعي أن تكتبي الرموز الكيميائية لبعض العناصر بطريقة صحيحة وتفسري سبب استخدام العلماء للرموز الكيميائية لكتابة العناصر. سنتحدث اليوم عن كتابة الرموز للعناصر الكيميائية. إذن هل تعرفون كم عدد العناصر الكيميائية؟ إن العناصر الكيميائية كما عرفنا 118 عنصر، منها 92 عنصر بالطبيعة و26 عنصر يتم تحضيرها بالمختبر، وقد جمعت العناصر جميعها في جدول عرف بالجدول الدوري ليقوم بجمع جميع العناصر المعروفة ال 118 عنصر، وهذه هي صورة الجدول الذي يحتوي على جميع العناصر. ولكن كما تشاهدون فإنه عبارة عن حروف وأرقام، إذن أين العناصر في كل ذلك؟ هذا ما سوف نتعلمه اليوم، فإن كل رمز من هذه الرموز يمثل عنصر كيميائي معين، والعدد الذي يكتب عليه هو العدد الذري كما عرفنا من قبل. ولكي نعرف كيف يتم كتابة الرمز الكيميائي للعنصر، هيا لنقوم بالنشاط الاستكشافي التالي، صفحة 18. فلدينا مجموعة من العناصر كما تشاهدون، الهيدروجين والهيليوم والليثيوم والكربون، وجميعها مكتوبة باللغة العربية وأسفلها الاسم باللغة الإنجليزية. والآن أريد منك أن تقومي باختيار رمز كيميائي لتمثيل كل عنصر مستخدما اللغة العربية للرموز. اكتبي الرمز بأي ترتيب في الجدول الأدنى، وابحثي في توقع اسم العنصر الذي يمثله الرمز الكيميائي الخاص بك. والآن هل الرموز التي سوف استخدمتها، هل إذا رأيتها أنا أو أي أحد من زملائك سوف يفهمها ويعرف عن ماذا تعبر، أم إنها رموز خاصة بك لوحدك؟ طبعا هي رموز خاصة بك لوحدك، إذا أنا لن أفهمها، فماذا فعل العلماء؟ قام العلماء جميعهم باستخدام رموز كيميائية نفسها لتمثيل العناصر في اللغات المختلفة حول العالم، وذلك لتسهيل دراستها من قبل جميع العلماء باختلاف لغتهم. فلو أن لكل بلد رمز محدد بها وخاص بها لكان من الصعب على الآخرين فهمه. هيا نتعرف كيف قام العلماء بتمثيل العناصر الكيميائية وما الطريقة التي اتبعوها لذلك. هيا نلاحظ العناصر المعروضة أمامكم باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، فنجد مثلا الهيدروجين باللغة الإنجليزية هيدروجين، البورون برون بورون، الأكسجين أكسجين، وهكذا. ماذا سوف تلاحظون من خلال الرمز؟ تجد أننا أخذنا الحرف الأول من اللغة الإنجليزية وكتبناه بحرف كابيتال، فمثلا الهيدروجين أخذنا حرف الـ H وكتب بالحرف الكابيتال، البورون B، الأكسجين O، الفوسفورس B، الكربون C، اليود I، والكبريت S، سلفر. إذن ما نتعلمه أننا عند كتابة العنصر، كتابة رمز العنصر، فإننا نأخذ الاسم من اللغة الإنجليزية، نأخذ الحرف الأول له ونكتبه بحرف كابيتال. ولكن هل كل العناصر نأخذها من اللغة الإنجليزية؟ هيا لنشاهد، ستشاهد أننا أضفت لكم بعض العناصر في نهاية الجدول مثل الصوديوم والذهب. إن الصوديوم باللغة الإنجليزية صوديوم أوله حرف الإس، ولكن نجد رمزه NA، من أين جاء هذا الرمز؟ الذهب بالمثل جولد، الحرف الأول له جي ولكن رمزه AU، من أين جاءت هذه الرموز؟ إنها اشتقت من اللغة اللاتينية. إذن رموز العناصر مشتقة من اللغتين، اسم العنصر باللغة الإنجليزية وباللغة اللاتينية. وعن ماذا يعبر الرمز؟ يعبر عن الحرف الأول من الكلمة باللغة الإنجليزية أو اللاتينية، ولكن
سنشاهد ان الصوديوم مثلا حرفين، الذهب حرفين. اذا مره اخرى اننا نختار الحرف الاول او الحرف الاول من اللغه الانجليزيه او حرفين من الكلمه، ويكون الكتابه دائما الحرف الاول حرف كابيتال كبير، والحرف الثاني يكون حرف صغير سمول. إذن الملخص: تأتي بعض رموز العناصر من اللغة الإنجليزية مباشرة مثل الكربون والكالسيوم، في حين يأتي بعضها الآخر من اللغة اللاتينية مثل البوتاسيوم والحديد والذهب وكثير من العناصر. ويتم تمثيل الرمز عن طريق الحرف الأول أو حرفين، ويتم كتابتهم باللغة الإنجليزية بحيث يكون الحرف الأول كبيرا والحرف الثاني صغيرا. فمثلا الكربون الحرف الأول له C كبيرة، ومثلا الكالسيوم رمزه CA يكون الحرف الأول C كبير والA صغير. وليك الجدول التالي الذي يوضح كتابة الرموز الكيميائية لبعض العناصر الكيميائية. ستشاهدون مثلا أن الهيليوم HE، إذن الحرف الأول كبير والثاني E صغيرة، وهكذا. بعدما تعرفتم عزيزاتي على طريقة كتابة الرمز الكيميائي لكل عنصر، وعرفنا كيف تم تسميته بناء على أول حرف أو حرفين من اسم العنصر باللغة الإنجليزية أو اللاتينية، هل تشاهدون أن هذه الطريقة قامت بتسهيل دراسة العناصر؟ بالطبع نعم، فإن هذه الطريقة اتفق عليها العلماء على استخدام الرموز الكيميائية نفسها لتمثيل العناصر في اللغات المختلفة حول العالم، وذلك ليسهل على الآخرين وعلى العلماء أيضا دراستها وفهمها. وبذلك عزيزاتي نكون قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم. أريد منك أن تتأكدي من تحقيق أهداف الدرس. التقييم الختامي: سجلي الرموز الكيميائية للعناصر التالية. لديك عنصر الهيدروجين والصوديوم والكلور، أريد منك أن تكتبي الرمز الكيميائي لكل منهم. نجد أن الرمز الكيميائي للهيدروجين H، الصوديوم Na، الكلور Cl. وفي النهاية أتوجه لكم عزيزاتي الطالبات بالشكر، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من درس اليوم، ولا تنسوا القيام بأداء الواجب على البوابة الإلكترونية.